طيب طلع باذن الله راح نضرب طلع من عنده طلع صواريخ غنم اللواء 38 الله اكبر تفضل لله عز وجل اول شيء يلا تحرير. الله اكبر الله هذا سلاحك يا بشار الكلب ان شاء الله راح نضربهم فيه باذن الله الله اكبر يلا يا شباب الله اكبر يلا حط الله اكبر تعال هاي اتنسى الكلب الله اكبر زعيم مشينا يلا شباب اطلعوا يلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر هاي السياره تابعه لمين يا شباب السياره تابعه لمين يا شباب بالبراله بالبركه اكبر الله اكبر استيلاء على مستودعات الذخيره اللواء 38 كله فاضي الله اكبر الله اكبر صاريخ الله يلا مستودعات الذخيره الله اكبر يلا يلا الله اكبر شيل اسمع وقف يلا اعطيك انا ولا